بدايه، فيها نجاح، فيها محاوله، فيها ابعاد. هنا مع الفرسان مكه، هنا نادي الوحده، هنا النادي العريع في بطوله ابطال مكه. الكره يا متابعه شاهد الان نقله الى محمد نور، يمكن هذه حلوه 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 اهداف على التقنيه يا مستر الجدال. ومع هذه الكره ايها الاحبه يطلق حكم اللقاء سيد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه ايها الكرام، عوده مجدده واياكم مواصله جريان شوط اللقاء الثاني من المباراه الختاميه والنهائيه لبطوله الوحده ابطال مكه للجهات الحكوميه والقطاع الخاص. اللقاء الذي يجمع فريقي كدانا من امام قوات امن المنشات، شوط اول ايها الاحبه كنا قد تركناه وانتهى بنتيجه التعادل السلمي من دون اهداف. صفر قوات امن المنشات، صفر كدانا. شوط اللقاء الثاني الشوط الذي يبدأ بهذه الأسماء وبهذه القيادة التكتيكية، رئيس نادي وحدة الأستاذ سلطان أزهر، من كل الحضور ولكل من تواجد ولكل من حمل وكل من بذل. كرة ثابتة تتحول عالية سريعة إلى الأمام في مساء سعيد وهو مساء وتعظيم. نشاهد الآن ونتابع اللقاء. كرة ثابتة ثابتة لصالح كدانا. إبراهيم يعقوب يمكن الكرة أمامية المتابعة، الظن يستمر على حامل الكرة، تصل إلى أيوب. واضحة واضحة وصريحة وما تجي مرة أخرى. شكرا للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شكرا كدانا، شكرا لكل الجهات المشاركة. هذا الأمر الذي يؤكد أن لدينا في المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة عقل اللجنة الفنية هي أدرى. الآن نشوف ونتابع الكرة أعلى من اللازم، وصلت أباني يا الله، أتت ومرت إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. تبديل يا حكم، تبديل ثلاث دقائق وتبديل وأحداث مستمرة. هي في المرمى، هدف آخر لقد تجعلهم
الكلام من الوطن حسنا. ألف مبروك كدانا، ألف مبروك كدانا، هذا هو الحكم والشعب. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I see the horizon, turn us to fate.